ينضم إلينا ليطلعنا على هذه الملامح الجوية الراصد الجوي ليث العلامي. يسعد صباحك يا ليث. يسعد صباحك وفاء، وصباح الخير لكل لدى المتابعين. صباح الخيرات دائما أبدا. أنا لازلت يعني في العقل الباطني حين أقرأ كلمة أجواء غائمة أو غائمة جزئيا أتفائل أنه لن يكون الجو حارقا، لكن درجات الحرارة في طول كرم بصراحة يعني لا تعطي هذا التفاؤل، خاصة في ساعات النهار والظهيرة. كيف ستبدو الحالة الجوية خلال هذا الأسبوع؟ تمام وفاء، يعني بالنسبة للنقطة بالتحديد اللي ذكرتيها بموضوع الغيوم في نوعا ما في فصل الصيف، وبما أنه إحنا مقبلين لسه على فصل الصيف اللي هو راح يبلش فلكيا يوم الثلاثاء القادم بعد يومين، صار عندنا أو بصير عندنا موضوع السحب غير اللي إحنا بنعرفها بالشتاء. يعني حتى لو كان في عندنا سحب في فصل الصيف، إن تأثيرها أحيانا خاصة بالمناطق الساحلية والسهلية عكسي. كيف يعني؟ وجود السحب دليل أن في رطوبة بالجو، وبالتالي ارتفاع نسبة الرطوبة يعني زيادة الشعور بالحر، حتى لو كان هذا الأمر مرتبط بوجود بعض انخفاض درجات الحرارة. على سبيل المثال كمان مرة حتى أوضح للناس، يعني مثلا اليوم درجة الحرارة 32 مع رطوبة نوعا ما مقبولة أو جيدة، أو يعني نوعا ما رطوبة مش مرتفعة، لكن انخفضت درجة الحرارة، حكينا أنه في انخفاض عن درجات الحرارة تصل ل 27 أو 26، لكن في المقابل هذا الانخفاض مقترن بزيادة الرطوبة في الأجواء، مرتبط بظهور كميات من السحب، وبالتالي هاي الإحساس العالي بالرطوبة بخلينا نشعر أنه لسه الحرارة موجودة وكأنها ما انخفضت درجة الحرارة. وهذا يلي ممكن على فكرة يصير بعد يومين. يعني على سبيل المثال عنا بالأيام الجاية، وخاصة عنا بمنتصف الأسبوع بالتحديد أيام الثلاثاء والأربعاء، في انخفاض واضح راح يكون على درجات الحرارة، راح تصل درجات الحرارة لمنتصف العشرينيات. يعني إحنا اليوم أو اليوم وبكرة درجة الحرارة في أواخر العشرينيات لأوائل الثلاثينيات بعدة مناطق فلسطينية. الثلاثاء والأربعاء راح تنزل بحدود 4-5 درجات، بالتالي لمنتصف العشرينيات. لكن مرة ثانية أكيد أنا متأكد أنه سكان المناطق الساحلية والسهلية زي مناطق الشريط الساحلي الفلسطيني، قطاع غزة وأسدود وعسقلان وعكا وحيفا وغيرها، وحتى مناطق طول كرم وقلقيلية ومناطق القريبة من البحر، ممكن ما يكثر يشعروا بفرق درجات الحرارة أو أنها انخفضت. ليش؟ لأنه بالمقابل انخفاض درجات الحرارة راح يكون في راح ارتفاع على نسبة الرطوبة، وبالتالي راح تهايب هاي، يعني يظل الشعور بالحر موجود لكن مش بدرجة حرارة فعلية، بنسب رطوبة مرتفعة. وين المناطق اللي ممكن تشعر بفرق درجات الحرارة؟ هي المناطق الداخلية الجبلية المرتفعة. يعني فعليا سكان مناطق الجبال، الخليل، بيت لحم، رام الله، القدس، راح يشعروا فعلا انه الاجواء صارت منعشة، انه صار في نسمات هواء باردة خاصة عند ساعات الصباح وساعات المساء والليل. حتى بالنهار راح تكون الاجواء منعشة، على اختلاف المناطق الساحلية اللي ممكن الشعور ما يكون كثير بفرق درجات الحرارة نحو الانخفاض بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة. لكن ليث بصراحة حتى كرميا في ساعات المساء أو ما يعني قريبة من ربما وقت المغرب، هنا نشعر بأن الأجواء تصبح لطيفة في طول كرم، ليس فقط في المناطق المرتفعة، إنما هنا أتحدث أيضا في قلب المدينة تصبح الأجواء أكثر لطافة وأقل حرارة وحدة من ناحية الرطوبة. هي يعني احنا بنحكي بالشكل الاساسي عن ساعات النهار، ساعات المساء والليل بيكون فيها زياده بالشعور بالاجواء اللطيفه او الاجواء المعتدله، او حتى احيانا بيكون في النسمات البارده. يعني احنا مرات يعني سكان المناطق الجبليه، وما بعرف اذا عندكم كمان عندكم، انه مرات الناس في الليل بتضطر تلبس نوع من الملابس الدافيه، الجاكيتات الخفيفه، بسبب بروده الاجواء بالليل بتصل يعني يعني ببعض الاحيان ل 16 و17 درجه مئويه فقط. اكيد المناطق الساحليه والمناطق المنخفضه بيكون في ايضا بعض الانخفاض، وفي بيكون في يعني نسمات لطيفه ونسمات منعشه ونوع من البروده. لكن احنا بنحكي بالاول لما ذكرت بساعات النهار، هو النقطه الرئيسيه يلي احنا بنشعر فيها بالفرق بين اليوم والاخر، القياس الرئيسي على ساعات النهار. لهيك احنا بنحكي انه ساعات النهار
بالايام القادمه راح يكون فيها انخفاض درجات انخفاض تدريجي على درجات الحراره، خاصه يعني منتصف الاسبوع ثلاث اربعاء راح يكون في عندنا يعني كتله هوائيه في غايه الاعتدال، هي كتله هوائيه بالاخر بحريه رطبه. بالتالي في محط ارتفاع نسبة الرطوبة، في محط تشكلات أو ظهور لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وأيضا ممكن يعني حتى مناطق أقصى شمال فلسطين ومناطق أقصى شمال السواحل الفلسطينية يكون في بعض الرذاذ أو الزخات الخفيفة من الأمطار خلال يوم الثلاثاء. لكن نرجع لموضوع الشعور، يعني هذا الشعور بالحرارة راح يستمر معنا لآخر فصل الصيف، وإحنا كثير حكينا بالصيف الماضي عن الفرق بين درجة الحرارة الواقعية الفعلية وبين درجة الحرارة المحسوس فيها أو المشعور فيها بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة أو سكون الهواء. يعني حتى موضوع أنه سكون الهواء أو نشاط الرياح أو حركة الهواء تفرق معنا بالشعور بالحرارة. أكيد لما يكون في حركة رياح نشطة بتخفف كثير من شعورنا وإحساسنا بالحرارة الموجودة. حتى أن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، مما لا شك فيه يشعرنا بأن درجات الحرارة أقل حدة بصراحة، يعني غياب الشمس أحيانا في ساعات الظهيرة نوعا ما يشعرنا أن الأجواء تكون لطيفة مقارنة بوجودها مع درجة حرارة عالية مع رطوبة عالية، فهذا شيء يخفف. يعني هذا الأسبوع إجمال الأجواء جميلة ستكون، هكذا يمكن أن نصفها. طيب يعني بالمجمل الأجواء راح تكون بمعظم أيام هذا الأسبوع صيفية اعتيادية، بنحكي أنه في راح يكون في تفاوت بين اليوم والآخر بدرجات الحرارة، ولكن إجمالا هي راح تكون بمعظم الأيام، يعني نقدر نحكي حتى يوم الثلاثاء راح تكون درجات الحرارة تقريبا ما بين حول إلى أقل من معدلاتها بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. ممكن بأواخر الأسبوع يعني بأيام نهاية الأسبوع من الأربعاء وحتى الجمعة يصير في شوي ارتفاع درجات الحرارة، ولكن حتى الآن احنا وفاء بنحكي انه صيفنا خالي من الموجات الحارة الحقيقية. صح اجتنا ايام شوب وايام فيها حرارة مرتفعة، ولكن الموجات الحارة بمعناها الحقيقي بمعناها المعروف انه درجات الحرارة ترتفع عن معدلاتها بشكل كبير لعدة ايام متواصلة، هذا الاشي حتى الآن مش موجود عندنا منذ بداية فصل الربيع. طبعا ليش بحكي من بداية فصل الربيع؟ لانه احنا فعليا حتى الآن فصل الربيع وبانتظار حلول فصل الصيف مع يوم الثلاثاء. نعم، إجمالا نتمنى دائما الاستمتاع بهذه الأجواء قبل أن ندخل في تفاصيل عميقة في فصل الصيف. أشكرك جزيل الشكر الراصد الجوي ليث العلامي، شكرا جزيلا لكم، واصل مع حضراتكم والمزيد من الفقرات والصباحات والتفاصيل لكن بعد هذا الفاصل.